السلام عليكم ورحمة الله متتبعي في صالة الخياطة مع النسيم، مرحبا بكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد بعد غياب شوية طويل. كنشكر الناس اللي سولوا فينا والناس اللي سولوا والناس اللي داروا لنا كومنتيرات، مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا الموضوع الجديد. بغيت نشاركوا معاكم، طلع في صراحة زوين وبغيت نشاركوا معاكم هدايا. بالنسبه للمويضيلات، جاي رمضان دابا، دم المويضيلات ديال رمضان، عم نلوح لكم ان شاء الله كل نهار موديل واحد ديال رمضان، ديال جليليبات ديال رمضان بالنسبه اللي بغات تخيطهم. هذا بالنسبه للموديل، مخدوم بالكاترفيل بخيط المعلم، منبت بالعقيق، العقيق اللي زوين اللي كيعطي الالوان كما كتشوفوا معايا، كيعطي كاع الالوان، كتدوروا هنا كيعطي الالوان. بالنسبه للزواقه كتجي خفيفه ولكن كتجي في نفس الوقت رائعه بالنسبه للرمضان، تبارك الله كتطلع زوينين. هادو بالنسبه لرمضان، هاد الجليلي باش هادو كيطلعوا زوينين. بالنسبه دابا مع قرب رمضان، دابا شعبان تقريبا، هو هذا رمضان، الناس كتصايب جليلي بات رمضان. كما كتشوفوا معايا، هذه هي الخياطه ديال الجلابه، كتخدم كاترفيل تثبت بالعقيد، عقيقات فراس الصم باش كتجي مزيانه. بالنسبه للقبعة هو سامبل، بالنسبه للكميمات هما هادو كيجيو تا هما منبتين روعه. بالنسبه للون هذا اللي خارج دابا كما كتشوفوا معايا، راه التليفون كيبدل شويه اللون كما كتشوفوا معايا، طالع زوين. كنتمنى تخليو الاراء ديالكم في هاد الكومونتير، اللي عجبو شي عجباتو يخلي لنا كومونتير ديالو زوين، شي تعليق ومرحبا بكم. ولا عندو شي ملاحظه، كنشكر الناس اللي جا واللي تابوناو عندي، كنقول لكم مرحبا بكم، هذه قناتكم. كنشكر الناس اللي خلاونا تعاليق زوينين، كنقول لكم ودي بداك التعليق زوينين كتخليونا حنا حتى حنا مستمرين معاكم نصوركم ان شاء الله. فهاد رجب، هاد الشعبان ان شاء الله بحول الله غنقلت لكم موديلات. اللي بغى تخيط شي موديل راه تدخل القناه تشوف موديل، يمكن لا تهزو وتخيطوا شي موديلات جداد ديال رمضان ان شاء الله، اللي بغى تلبس شي جليبيله في رمضان. كنشكر الناس اللي جاوا عندنا وتابعونا عندنا، كنقول مرحبا بكم. اللي اول مره كيشوف هذا الفيديو كنقول له مرحبا بك، في القناه قناتك تابعونا فيها وفعل الجرس بس يوصلك ان شاء الله كل جديد. ومرحبا بكم مع قناه صلاه وخياطه مع النسيم، مرحبا بكم جميعا. ما عليا الا نشكركم كاملين، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.